إلى خبر آخر، في قرار للنائب العام النهاردة أصدر المستشار نبيل صادق قرارا بمتابعة وضبط وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي التي تبث الأجاذيب والأخبار غير الحقيقية. بيان النيابة العامة قال ما نصه: النائب العام أصدر قرار بتكليف المحامين العامين ورؤساء النيابة العامة كل في دائرة اختصاصه بالاستمرار في متابعة وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي وضبط ما يبث أو يبث عنها ويصدر عنها عمدا من أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة من شأنها تجدير الأمن العام أو إلقاء الرعب في نفوس أفراد المجتمع أو يترتب عليها إلحاق الضرر بالمصلحة العامة للدولة المصرية واتخاذ ما يلزم حيالها من إجراءات جنائية. وهذا كان نص القرار، استخدام هذه العبارات كان نص القرار. البيان فسر القرار بأنه تلاحظ مؤخرا من محاولة من وصفهم بقوى الشر النيل من أمن وسلامة الوطن ببث ونشر الأكاذيب وأخبار غير حقيقية من خلال وسائل الإعلام المختلفة مواقع التواصل الاجتماعي. خلونا نتوقف أمام هذا الخبر ويعني مزيد من النقاش. بينضم إلينا عبر الهاتف أستاذ عادل السنهوري رئيس تحرير صوت الأمة. مساء الخير يا فندم. مساء الخير أستاذ زهر. يعني كيف ترى هذا القرار خاصة أنه جاء في أعقاب دعوة الهيئة العامة للاستعلامات لمقاطعة بي بي سي؟ طبعا هو قرار مهم وياتي النهاردة أنه تعبيرا أو انعكاسا لحالة القلق من ما يحدث من وسائل الإعلام العربية مما يسمى بحروب الجيل الرابع ضد مصر واستخدام وسائل الاتصال الحديثة وما يسمى بالسوشيال ميديا زي مواقع الفيسبوك أو تويتر أو الآخر لبث يعني أخبار من شأنها بتضر الأمن العام والأمن القومي لمصر، وخاصة يعني عندما كل ما مرت مصر بإنجاز ما باستحقاق سياسي ما بتكون هناك هجمة إعلامية شرسة باستخدام يعني كافة وسائل الإعلام سواء القنوات الفضائية أو وسائل الإعلام المختلفة أو السوشيال ميديا. وده قرار مهم، ولكن من وجهة نظري يا أستاذ زهرة إنه المسألة محتاجة في ظل هذه السيولة الإعلامية وهذه الثورة التكنولوجية الكبيرة إلى ضرورة أن تكون التشريعات في مصر مواكبة لهذا التطور. احنا بقالنا سنوات طويلة واحنا بننادي بهذه التشريعات التي يجب ان تواكب هذا التطور. لم تعد القوانين التي تحكمنا هي قوانين ما زالت تحكمنا من السبعينات والستينات، قوانين تنظيم الصحافة والاعلام. فبالتالي احنا محتاجين يعني وبشكل سريع جدا يكون عندنا قوانين وتشريعات تتواكب مع ثورة المعلومات الحديثة وضبط ورقابة الأداء الإعلامي من خلال قوانين وضوابط واضحة تمارسها سواء إذا كان هناك وزارة إعلام أو هي الوطنية. يعني هو الهدف كما جاء في البيان يعني وقف البيانات أو الأخبار أو الإشاعات الكاذبة اللي ممكن تنطلق من بعض وسائل الإعلام أو مواقع التواصل الاجتماعي. وهنا السؤال أستاذ عادل، وحضرتك عامل يعني تعمل في هذا المجال والوسط الصحفي والإعلامي، إلى أي مدى يعني سيتم الحفاظ على التوازن بين دقة المعلومات التي تطرح من وسائل الإعلام لكن أيضا عدم التضييق عليها، الحفاظ على الحريات والحفاظ على تداول المعلومات؟ يعني تستطيع القناة أو الصحيفة أن تحصل على المعلومة ويتم تداولها بشكل يعني بشكل دقيق وآمن في نفس الوقت؟ ده صحيح، ده أتفق معك تماما. علشان كده بقول أنه يعني ما اتخذته النيابة ده شيء جيد، ولكن أتمنى أن يخرج من خلال تشريعات، من خلال قوانين وتشريعات تعرض على البرلمان ليكون مسارها في النقاش مسار طبيعي وليست قرارات أو قوانين استثنائية يعني تلاحظ يعني تصدر عنها بيان من خلال ملاحقة الأخبار الكاذبة والبيانات التي لا تعرف أولها من آخرها. فبالتالي هذا يسبب أيضا نوع من يعتبر البعض نوع من التضييق على حرية المعلومة وتداول المعلومات، لأنه ممكن أي خبر، بالمناسبة أنا ممكن أي خبر حتى لو أنتوا في الأكسترا نيوز أي خبر أنا ممكن أطبق عليه هذه المصطلحات الفضفاضة.
لكن بالتالي عندما يكون هناك قانون ويناقش ويكون هناك حوله حوار مجتمعي من المجتمع الصحفي والمجتمع الإعلامي، بالتالي سيكون هناك توافق عليه بحيث أن يكون هناك ضوابط محددة يتفق عليها الجميع، ومن خلال مسار تشريعي طبيعي وليس استثنائي. يعني ما فعلته النائب العام ده شيء جيد، أنا ما بقولش ظرف استثنائي تعيشه مصر، لكن على البرلمان وعلى المجتمع الإعلامي والهيئة الوطنية للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة، يعني الثلاث هيئات اللي هم تضروا عليهم أنهم يسارعوا في إخراج القانون اللي يناقش الآن في البرلمان وتضمن كل ذلك الزهرة، وخاصة أنه في دول سبقتنا، معلش آخر جملة، في دول سبقتنا لإصدار التشريعات وقوانين خاصة بها الصحافة الجديدة أو الإعلام الجديد أو يسمى به السوشيال ميديا، فبالتالي هناك رقابة مقننة. على النقطة دي تحديدا أستاذ عادل، الحقيقة أنه يبدو أنه العالم أيضا منشغل شوية بنقطة المعلومات غير الدقيقة والأخبار الكاذبة في كل مكان. خليني أذكر حضرتك بأنه وقت إن كان دونالد ترامب مرشح في انتخابات الرئاسة الأمريكية كان هناك أطلق ما سمي فاكت checking، يعني طول الوقت هو يتحدث هناك من يؤكد او يعني ينفي الاخبار اللي بيقولها دونالد ترامب صحيحه ام غير صحيحه. والان في شركات انترنت عملاقه، شركات يعني المعلومات عملاقه، عايزه انها تطلق تطبيق او اليه ما تتحقق طول الوقت من المعلومات الكاذبه او الاخبار الكاذبه على مواقع التواصل الاجتماعي. يعني الفكره شغله الجميع، بس هل تعتقد انه في مصر بيتم التطرق ليها من الزاوية المضبوطة من المسار الصحيح؟ ده صحيح، احنا حتى الآن ما زلنا بعيدا عن هذه التشريعات، هي كلها مجرد دعوات أو مجرد مبادرات زي ما شفنا النهارده من النيابة العامة، ولكن هناك ليست يعني تشريعات حاكمة لضبط أداء يعني هذه الأدوات الإعلامية الحديثة اللي احنا بننادي به طوال الوقت. فأعتقد أنه حان الآن حتى لا يعني نتمادى في مثل هذه الإجراءات الاستثنائية. أنا عارف أنه أكيد الكل بيقول أنه ده خطوة جيدة، ده شيء رائع، ولكن احنا مش عاوزين يعني هناك إجراءات استثنائية طوال الوقت تخرج من غير المسؤول او المنوط به ضبط الاداء الاعلامي، ويكون هناك ميثاق شرف اعلامي يتفق عليه الجميع، وميثاق الشرف الاعلامي تتسع حدوده لكل الادوات الاعلام القديمه والحديثه، وليس يتبادل لذهننا مجرد ان انا اقول ميثاق شرف اعلامي بيبقى بنتكلم على صحف تقليديه او فضائيات فقط لا غير، لا، لكل انواع الاعلام بمستحدثاته سواء للسوشيال ميديا او اللي بيسموه الاعلام المجتمعي او اعلام المواطن وكل ذلك. وبالتالي احنا محتاجين بشكل سريع جدا نناقش ده حتى يكون هناك قوانين، ولا نعيش في قوانين استثنائيه، لان النيابه كلفت رؤساء النيابه العامه في كل دائره فصل المتابعه، لكن هل يستطيع رؤساء النيابه المتابعه كل مواقع السوشيال ميديا وكل القنوات الفضائيه المعدله تفحص اخبار، وكيف سيتم التحكم فيها او مراقبتها او ملاحقتها قضائيا؟ يعني كل ذلك اعتقد محتاج مجهود يعني تشريعي قضائي اعلامي يعني اخراج قانون يعني يكون في ضوابط لكل هذه المساله، وليس مجرد قرار من النيابه العامه المشكوره طبعا على قرارها اليوم. استاذ عادل السنهوري رئيس تحرير صوت الامه، شكرا جزيلا لك.